أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية كبيرة في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار، والذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق الذي أقرته الدولة تقديرا للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون. وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت، كما تسعى دائما إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته ليكون نظاما قضائيا متطورا يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته وتيسيرا لإجراءاته بالسرعة المطلوبة. أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عبروا عن امتنانهم الكامل لحرص الرئيس على الالتقاء بهم في إطار الاحتفال بعيد القضاء، لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذي تعيره الدولة المصرية للمنظومة القضائية، وأكدوا من جانبهم مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون، لما يمثله ذلك من أهمية في بناء وتطور المجتمع وتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، علاوة على إعلاء مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي تدشن قيم الحق والعدل وترسخ لسيادة القانون.